اعمل ايه بجد؟ ما انا عند الجامعه دلوقتي. ميشي بقاله ساعه معاه واحد. مين ده تعرفه؟ لا بس ركب مع الدكتور في العربيه. حضرتك سمعت؟ طب في حد من القنوات بره قال حاجه؟ لا هو رقم واحد اللي معاه، بس انا هجيب رقم بنته. طيب وانا كمان هحاول اوصل لاي حاجه من عندي. بقول لك عملوا هاشتاج لهدايه. هما لحقوا؟ وبعدين؟ جيهان لطفي يا ستي كتبت تويته انها هتكتب تفاصيل مهمه بعد شويه. وجيهان لطفي تعرف ليه تفاصيل احنا ما نعرفهاش؟ من الواضح كده يا استاذ شادي ان انت مصادرك بقت ضعيفه. ولا هي مدعومه من حد؟ يا مدام جمانه واكد لسيادتك ان الخبر لسه نازل ما بقالوش دقايق وعلى موقع مجهول. كل الحكايه يعني بصراحه عامل شويه شير حلوين. ايوه ده برضو ايه علاقته بالزفته اللي اسمها جيهان لطفي؟ هتكتب التفاصيل اللي هي بتقول تعرفها منين؟ اي كلام. اؤكد لسيادتك ان جيهان لطفي بتفتي وبتهري. كل الحكايه انها عايزه تعمل جو لنفسها عشان الناس تنقل عنها شويه اخبار فقط لا غير. ماشي يا شادي، لو وصلت لاي حاجه حتى لو مش مؤكده تتصل تقولي على طول. سلام. تكون من القرف. خير يا ماما؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ بعمل ايه يا ماما؟ بشتغل. شغل ايه ده اللي كله عصبيه ونرفزه وخناق وشتيمه؟ شغل يا ماما هو كده، كله عصبيه وشتيمه. واقول لك في ايه كمان؟ خطط ومؤامرات وبلاوي سودا. ليه يا بنتي؟ هو انتوا بتخترعوا الذره؟ لا بس خلاص، هي الحكايه بقت كده حرب، واللي مش قدها يتهرس في ثانيه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ حرب وهرس؟ انا مش فاهمه ليه يا بنتي. انا بشوف ناس بتطلع تعمل شغلها وبتبقى هاديه ما شاء الله وبتتوكل على الله وبيبقوا محترمين وحلوين وزي الفل. وانا بقى اللي مش محترمه؟ ايه الهبل ده؟ انا قلت لك كده. انا بقول لك ليه انت تبقي اقل منهم؟ ليه ما تعمليش زيهم؟ ما انا كنت بعمل زيهم، وعلى ايدك يا ماما ما كنتش متشافه. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ بطلي خيابه يا جمانة. يا بنتي الدنيا مش مستاهله كل ده. يساوي ايه النجاح اللي انتي متصوره انك بتحققيه قصاد ان انتي لوحدك في الدنيا من غير لا بيت ولا عيل ولا زوج؟ وحضرتك بقى كنت عايزاني اكمل مع بهاء مع القرف اللي انا كنت شايفاه؟ ولعلمك بقى قلبي كان عايز يرجع لي، بس دلوقتي بعد الوضع اللي انا بقيت فيه. وانتي عايزه ترجعي له؟ لا طبعا، ده انسان مش محترم. طب ما هو كان كده من الاول. لما اخترتيه واتجوزتيه برضه ما كانش محترم، بس انتي اتجوزتيه علشان المصلحه والشغل. المشكله بقى انك تعملي نفس الغلطه تاني مع انسان جديد برضه عشان المصلحه. مين قال لك ان انا عايزه اتجوز تاني؟ وليه يا حبيبتي ما تتجوزيش؟ انتي صغيره وحلوه ومحترمه وتستاهلي بني ادم يصونك ويسعدك. جمانة حبيبتي انا مش عايزه اضايقك ولا قصدي ازعلك، بس يا حبيبتي انا بكبر واللي جاي مش قد اللي راح، ومحدش عارف ميعاده امتى. زعلك يا ماما؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي. اوعي تقولي كده تاني عشان خاطري. يا حبيبتي ما هو مش معقولة أفضل أتفرج عليكي وعمرك بيضيع وأفضل ساكتة. نايتو هاتي الطرحة عشان أروح أصلي. ربنا يخليكي ليا يا رب. ميرسي. شاعر بقى ها؟ منورين مصر. نورك. أحلى شاي لأحلى نجمة. ميرسي. أمين أنا عايزة شركة السوشيال ميديا اللي قلت لي عليها فورا. ما قلت لك من الأول الناس اللي معاكي دول مش هيعملوا لك حاجة.
بس دول غاليين صح؟ افرضي انت مالك بالكلام ده؟ تلاقيش انا هندلي كل حاجه. بصراحه مش عايزه اتقل عليك اكتر من كده، كفايه اللي انت بتعمله معايا. هو صحيح انت عينيك زيها ومالكش امان؟ لا وسمعتك زي الطين. طب بذمتك كده واحنا بقى بعض بقالنا شهرين اهو، عرفتي تمسكي عليا غلط؟ ده مش معناه انك ملتزم. يا روحي انا لازم ابقى ملتزم. جهان لطفي بجلالة قدرها بتفكر انها تحبني، اضيع برضو الفرصه دي من ايدي؟ صايع انت بط. المهم موضوع التويتر اللي قلت لي عليه ده عاجبني جدا. دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بص يا ستي. هتكتبي دلوقتي جار استكمال المعلومات عن خبر اغتيال احمد هدايت لمعرفه الحقيقه كامله. زودي الجمله دي. الاعلام هو مسؤوليه الخبر. حلوه دي قوي. على فكره في حد كلمني وانا جايه على هنا من الداخليه. قلت لهم زي ما اتفقنا؟ قلت لهم حد من الاعداد عندي جاب المعلومات دي من مصادر في الداخليه اساسا. احسن كده، انت لبستيهم في بعض. بس قولي لي صحيح، هو فعلا مفيش اخبار؟ لا بس الموضوع ده مش اول مره ينزل. أنا حاسس إن الخبر ده هيبقى زي الأخبار اللي نزلت قبل كده وبعد كده هيتحقق فعلا. ربنا يستر. الراجل ده مش قليل برضه، معروف في الميديا بره كويس قوي. المهم يبقى الخبر يجي من عندي أنا الأول. طب بقول لك إيه؟ ما تكلم ناس من اللي أنت تعرفهم كده، يمكن حد يكون عنده أخبار تانية. يا روحي أنا مكلم طوب الأرض وعند فرح الصياد في مركز مدى، يجيب المعلومات بسرعة. أمين، هو أنت شريك في المركز ده؟ بص يا جيجي، أنا راجل بتاع بيزنس، يعني أي حاجة فيها فلوس لازم تلاقيني شريك فيها. هتقول لي ده أنت نص شركات البورصة بتلعب فيها، بس مدى أكيد له وضع خاص من ريحة الحبايب. تفكرنيش بقى يا جيجي، الله يرحمك يا مرنا، ماتت وهي زعلانة مني. ليه؟ تخيلي كانت بتشك فيا. إيه؟ لا ملهاش حق. مش كده والنبي؟ يلا الله يرحمها ويسامحها. خلاص خلصتي؟ لا لسه ما خلصتش، وبعدين بطلي تحسسيني ان انا بهبل وبقول اي كلام. لا لا سمح الله، مع ان بدي بقى بالذات جبتي الخلاصه. يا سلام، يعني انا هبله؟ عايزاني اتكلم ولا هترجعي تزعقي تاني؟ صدقي ان انا غلطانه، بتكلم بجد وانتي عماله تتريقي عليا وتهزري. يا ستي كفاياكي جد بقى، ارحمي نفسك، هزري شوية، شدي الراجل عليكي بدل ما انتي عمالة تطفشي فيه. انتي عارفة انتي ناقصك ايه؟ السبرتاية وكانك قهوة وتعملي لي كده الفنجان وتقعدي تديني نصايح زي جدتي. بغض النظر ان انتي عمالة تتريقي عليا، بس انا وانتي عارفين كويس قوي ان كلامهم بيبقى صح. خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. اخلصي. موضوع شغله ده بقى، لا انتي ليكي فيه ولا احنا ولا أي حد. يعني ايه يا سلمى؟ أنا مراته. يا ستي مراته على عيني وعلى راسي، بس تعالي نتكلم بالعقل وبالمنطق. حتى لو ساب شغله وراح مثلا المرور، ما هم بيبقوا واقفين في الكمين في امان الله، وبيجوا لهم اللي ما يعرفوش ربنا يدخلوا عليهم بالقنابل والرشاشات. بس ده نسبته قد ايه بالمقارنه بواحد بيرمي نفسه مره تانيه في الموت وبمزاجه؟ ونسبه اللي بيموتوا بحوادث الطرق اكتر منهم هما الاثنين، ونسبه اللي بيموتوا بالمرض اكتر منهم هما الثلاثه. يا داليا يا حبيبتي، انت ست مؤمنه وتعرفي ربنا، الحاجات دي قضاء وقدر. ممكن تحصل لو احنا عايشين في حرب، وممكن تحصل واحنا نايمين على سرايلنا. ماشي، نسيبنا الموضوع شغل، ايه رايك بقى في موضوع فرح؟ ايوه تعالي لي بقى هنا، هو ده اللي مزعلك. انا حمزه مزعلني في حاجات كتير قوي، ولا انت نسيتي؟ ما نسيتش، وهو ما نساش، وانت ما نسيتيش. بس تعالي بقى افكرك، فاكره لما كان مرمي بين الحياه والموت ما فكرتيش حتى تزوريه؟ طبيعي طبعا، انا ما كنتش طايقاه. ساعتها حصل ايه؟ عرف عليا طوب الارض، ناس زباله زيه. ولما هو زباله بتغيري عليه من الفرح ليه؟ انا اخرج زبالتي بربيتي بمزاجي، بس ان واحده تدخل جوه بيتي وتاخد الزباله بتاعتي؟ لا. ايه اللي خلاه يرجع عن الهبل اللي هو كان بيعمله؟ ايه اللي خلاه ما يطلقكيش؟ ما تردي يا داليا، انتي بتغلطي في اخويا قدامي وانا مش برد.
عايزه تتاكدي من غلاوتك عندي. سلمى انت عارفه كويس قوي انا بعملك ان انت صاحبتي مش اخت حمزه. وبالصدفه اخته. يا ستي حرام عليكي. فرح دي غلبانه مش هنبقى احنا والدنيا عليها. فرح بتحب حمزه. انا عارفه. فرضا يا ستي بتحبه. هو بقى بيحب مين؟ مش عارفه يا سلمى. ساعات كمان بحس ان هو بيفكر فيها. ما هو من اللي انت بتعمليه ده مش هيفكر فيها لوحدها، ده هيفكر فيها وفي طوب الارض. انت عاجبك منظرك ده؟ فين داليا بتاعت زمان؟ داليا القمر. يا ستي روحي اعملي شعرك عند الكوافير بدل ما انت قاعده في البيت منكوشه كده. لازم يرجع البيت يلاقيكي زي القمر، ملكه جمال قدامه. انا عايزاكي تحسسيه انه لازم يندم انه زعلك. يا سلام. يعني انا زعلانه وسايبه البيت وجاي اقعد هنا وجايباه عشان نحل مشاكلنا، يرجع يلاقيني متزوقه وعامله شعري وحاطه مكياج. اه امال احنا مجننينهم ليه؟ عشان مش مفهومين. بقول لك ايه؟ انا هروح المدرسه واخد جودو فريده ونروح على البيت. وانتوا تقعدوا مع بعض كده قعده حلوه. حلوا مشاكلكم. يا بنتي رايحه. رايحه فين؟ هجيب الموبايل عشان هكلمهم في المدرسه اقول لهم ان هو انت مش هتروحي تاخدي جود. الله طب ما احنا حلوين اهو. امال منكده على الراجل ليه؟ اسكتي بقى. ايه يا عم الوحش؟ انت ما سرحتش كده من ايام كليه الشرطه. متغاظ يا عمر. دي حتى ما قالتليش مين كان عندها. لا وبتطردني. حتى ما رديتش المسنده يا اخي. خد مني بقى يا باشا. انت تخلع من موضوع فرح ده عشان ده اللي هيخرب بيتك. هو فين بيتي يا عمر؟ مال هانم اخدت جود وراحت بيت اهلها. ما اهلها رجعوا من السعوديه؟ لا هم لسه هناك. واختها وجوزها راحوا لهم كمان. امال ايه بقى؟ ده انا مكبره الموضوع على ايه؟ انا عارف. لا ما انت لازم تعرف. ده اللي هيحدد كل حاجه. اعرف ايه؟ انت لسه بتحب داليا يا حمزه؟ اكيد بعد اللي هي بتعمله ده الحب ما بقاش زي زمان. انا هكلم سلمى اخليها تكلم فرح تشوف ايه الوضع. بقول لك ايه؟ انا ظبطت لك الدنيا مع داليا، تيجي في ميعادك انت فاهم؟ طيب حاضر يا سلمى. بس انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع تاني. خير؟ انا كنت عند فرح النهارده الصبح واتخانقنا خناقه كبيره يعني، فيعني لو ينفع تكلميها. انت هتستهبل؟ فرح تاني؟ يعني انت مراتك متخانقه معاك وانا تعبت معاها عشان اصالحها وقلبها وشها عليك وانت مفيش فايده فيك؟ انت ما عندكش دم؟ ايه يا سلمى؟ في ايه بالراحه شويه؟ يعني هو انا قلت حاجه؟ بلا سلمى بقى بلا زفت. انا غلطان ان انا بتدخلك من اصله. يلا مع السلامه. ده ايه الغلب ده؟ انا هعمل كاكاو. اعملك معايا؟ لا كاكاو ايه بقى؟ انا يا دوبك هروح اجيب جود من المدرسه. بقول لك ايه، انا عايزاكي تظبطي الدنيا. ها انا واثقه ان انتوا هتبقوا زي الفل. روحي للكوافير. ها متقبلوش كده وانت منكوشه. ايه؟ اجيب لك شوشو وتظبط لك النبض؟ صدق بقى الستات اللي زي جمانة دي رزق يا معلم. دي بقى بالذات مجنونة رسمي. احلى جنان. اه والله احلى جنان. بعد اللي حصل ده حاسس كده اني بقيت عاطفي شوية. هو في احلى من كده؟ ايوه بقى كده. ماشي باي باي. عم جمال عايزاكوا النبي تروحي المكتب هتسأل على الأنسة رشا. مكتبها جنب مكتبي بالظبط. هتديك الباسبور بتاعي. تحت أمرك يا هانم. ولو لقيت الطريق زحمة عدي هات نور معاك. وتأكد إن الباسبور محطوط في ظرف. عينيا الاتنين تحت أمرك. أيوة يا باشا. والله زي ما بقول لك كده. بعتي تجيب الباسبور بتاع السفر.
انت عاجبك منظرك ده؟ فين داليا بتاعت زمان؟ داليا القمر يا ستي روحي اعملي شعرك عند الكوافير بدل ما انت قاعده في البيت منكوشه كده. لازم يرجع البيت يلاقيكي زي القمر ملكه جمال قدامه. انا عايزاكي تحسسيه انه لازم يندم انه زعلك. انت هتستهبل فرح تاني؟ انت ما عندكش دم. نفس الصيغة اللي فاتت يا فندم. ده مش مجرد خبر مباشر، ده خبر مباشر عن اغتياله من موقع وهمي، بس في نفس الوقت متصل بالموقع الرئيسي. وطبعا ما فيش حادثة ولا اتصلوا ببنته ولا اتكلموا عن بنته ولا حاجة. لسه مش عارفين توصلوا له؟ تليفونه مغلق سعادتك، بس هنبتدي تتبع اول ما نوصل لكود الجهاز. بس قدرنا نعرف انه كان في الجامعة وجاله حد وتحرك معاه. حد؟ عرفتوا مين؟ حسب الاوصاف سعادتك اللي معاه دلوقتي نضال صفر، مدير مكتب ال ان سي. تليفوناته برضه مغلقه، بس قدرنا نعرف انه بيتحرك دلوقتي على مسجد السلطان حسن. طيب ورجالتنا هناك؟ اكيد سعادتك. طيب ناسك مع اداره العلاقات والاعلام يطلعوا خبر نفي للحادثه. اكيد الوكالات الاجنبيه عامله مولد دلوقتي. افندم؟ حاضر يا فندم. لا يجي يا فندم، حاضر. تحت امرك. تمام. عايزك تجيب لي كل التحقيقات اللي كان ماسكها المقدم عمر رمضان، وتجيب لي الرائد حمزه الصراف من تحت تقطيع الارض. عايزك تجيبهم هما الاثنين وتجي لي على المستشفى عند المقدم عمر. هو الرائد حمزه الصراف راجع الاداره يا فندم؟ تمام سعادتك. فورا تجيب حمزه وتيجي على المستشفى. تستشف الملف في مسؤوليتك يا محمود. أوامر معليك. ما خلاص يا محمود بيه علم، مالك في ايه؟ الله بتحكي في المحكي ليه يا اخي؟ قلت لك ان انا هنا خلاص. سلام يا باشا. في ايه بس يا حمزه بيه؟ شكلك عصبي قوي النهارده، مالك؟ عصبي قوي؟
غريب محمود سعد الله ده عمر بيه يقول لي اللي هو ابراهيم جاي على هنا وعايزني اقول له ان انا قاعد مستنيه يعيد ويزيد في نفس الكلام. معلش اعذره يا حمزه بيه لسه جديد في الاداره اكيد مش فاهم ان شغلنا كله توتر. والله طول النهار توتر. مش فاهم ازاي بس يا عمر بيه. عمر بيه عمر ايه مش فاهم ازاي مين ده مين ده ايه هات الانتيبيوتيك سبراي من فم. انتيبيوتيك سبراي هو الموضوع خطر قوي كده دكتوره وانا لسه في مرحله الخطر ولا عديت مرحله الخطر هو في الحقيقه لسه حسب ما سمعت ممكن الخطوره تزيد كمان بعد شويه حول الله يا رب اكتر من كده ده خطر جدا التليفون بسرعه اه طبعا معاك يا حمزه بيه دي بتصور يا عمر بتصور عشان الفولو اب اه فولو اب لا محتاج شحن بقى ماشي طالما فولو اب بقى هبرجع لحضرتك تاني مع الدكتور خالد تنوري انت والدكتور خالد. ادعي له بقى ربنا يهديه يشفيه. ربنا معايا. الخبر ده نازل امتى؟ من حوالي ساعة. الله يسامحه الدكتور. محاضراته ما ينفعش معاها الموبايل المفتوح. زمان بنتي قلقانة جدا. في الحقيقة الدنيا كلها قلقانة على حضرتك. وأنا. تناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس في كل المدينة. قتل القمر. ولا ما حدش جاب سيرتي؟ أفندم؟ لا ده بيت شعر. أمل دنقل. رايق قوي حضرتك واقف تقول شعر. لعلمك أنا ممكن أقبض عليه. ليه؟ عشان أنت اللي ماضي تصريح الشغل دي، صح؟ صح. وبالنسبة لتاريخ التصريح ده انتهى النهاردة. بس النهاردة ما خلصش لسه. بالنسبة لي كده يبقى خلص. خلاص بقى يا أنظار. إحنا آسفين يا حضرة الرائد. مطلوب مننا حاجة تانية؟ هكلم الإدارة على الجهاز معلش، دقيقة واحدة. ولا يهمني، أنا كمان هكلم بنتي. وبعدين أنا قاعد مع الأستاذ نضال لحد ما يصاب. ألو عمليات، ألو عمليات. الأستاذ أحمد الدايت متواجد في دائرة قسم شرطة الخليفة أمام مسجد السلطان حسن. أيوة يا خديجة. ألو، الله 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 الله. حبيبتي ما أنا كويس أهو. إهدي بقى. أنت تليفونك مقفول ليه يا بابي؟ أنا بجد قلقت عليك. لا كلمني فيديو كول دلوقتي عشان اطمن انت كويس وما تضحكش عليا. اضحك عليك ازاي بس؟ وبعدين انا ما اعرفش اعمل اللي بتقولي عليه ده. طالما بتضحك تبقى كويس. طيب ممكن من فضلك دلوقتي حالا تطلع لايف وتطمن الناس ان انت كويس وتكذب الخبر المقرف ده؟ لايف ازاي يعني؟ من الفيسبوك يا بابي هيكون منين يعني؟ انا لما اجي بقى انا اصل دلوقتي مع واحد صاحبي. طب ممكن تديني صاحبك؟ حاضر يا ست بنت خديجة عايزة أتكلمك ألو أيوة يا خديجة بقول لك إيه أنا من الفولورز بتوعك وكنت عايز واسطة لأن في ضابط هنا بيفكر يقبض عليا عشان قلت له بيت شعر أنتوا بتهزروا صح؟ لا والله بتكلم جد طب هو الضابط ده عايز يمسك بابي كمان؟ لا لا بابي كويس بابي مسنود أنا بس اللي ماليش ظهر انتوا عمالين تهزروا ومش حاسين بالمصيبه اللي انتوا عاملينها بجد طب معلش بس هطلب من حضرتك حاجه حضرتك بتفهم في التكنولوجي ولا زي بابي يعني ممكن تقولي احسن من بابي بكتير طب حلو قوي بص انا هقول حضرتك تعمل ايه بالظبط ستيب باي ستيب اوكي الحمد لله انا بخير الصبح كنت مع طلابي في المحاضره ودلوقتي مع صديق عزيز في المنطقه الجميله اللي انتوا شايفينها دي طبعا بحب اشكر كل اللي هلوا وسهلوا عليا واعتذر لكل اللي سببت لهم اي ازعاج اولهم بنتي خديجه هدايت يصوروا الفيديو ده نضال سفر وهم دلوقتي موجودين كلهم في نفس المكان ومعاهم قوات حراسه من الداخليه انت ايه رايك يا حمزه مش عارف يا فندم بس في حاجه في الموضوع ده مش مريحاني طب ما ممكن يا باشا يكون قاصد يعمل الحركة دي متعمد يعني ما اعتقدش يا فندم بس في حلقة ناقصة في موضوع أحمد هدايت أنا موافق على الكلام ده على فكرة
أنا شايف يا فندم إن إحنا ممكن نستدعيه ونطلب نحاه معاه. لا طبعًا ده مش منطقي. سيادة اللواء نورتنا، مش عارف ليه نشوف ساعتك يا فندم. أهلا يا دكتور خالد. هبقى أشوف عمر بيه بعد ما حضراتكم تخلصوا. طمنا بقى على المريض ده، ننزله الشغل ولا نريحه شوية؟ لا هو في الحقيقة محتاج يرتاح شوية. إزيك يا دكتورة سوى؟ الحمد لله. نعرف بقى الحكاية منك أنت، الراجل ده حالته إيه بالظبط؟ هو كويس. ميرسي قوي. على فكرة الدكتورة سوى تبقى بنت أختي، بس أنا بعتبرها بنتي لأن أنا اللي مربيها. سبحان الله يا باشا. أنا قاعد طول الوقت أشبه، حتى أسألها كل شوية أبص عليها أنا وحمزة. ما شاء الله نفس الهيبة ونفس الشموخ. ده إحنا نخاف بالأمر يا باشا. وأنا كمان. وأنت كمان إيه؟ أنت مالك أنت؟ تمام يا فندم، تمام. إيه؟ بيقولوا إيه دول؟ هات يا ابني الملف. اتفضل يا فندم.